مساء الخير أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا دايما في تقدم متميز. إن شاء الله هنشتغل مع سلسلة التميز في الكيمياء، إن شاء الله هنشتغل شرح الأهم جزيئات المنهج، وإن شاء الله هنشتغل حل كتاب الامتحان كامل وحل كتاب مندليف كامل. يا رب نوفق في توصيل بس المعلومة، يا رب أتمنى الخير وأتمنى النجاح والتفوق والتميز، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يجف معاكم ويديكم على قد نواياكم يا رب. اللي عايز يخش طب إن شاء الله ربنا يكرمه، واللي عايز يخش هندسة إن شاء الله ربنا يكرمه. اوعى تستسلم، اوعى يعني تيأس، اوعى عدو الخير أو إبليس يسيطر عليك، بالعكس قوم، الشاطر هو اللي بيجع، انت قوم واشتغل، واوعى تقول انا مجهودي كده او انا امكانياتي كده، بالعكس قول انا هشتغل وهعافر واعد في الصعب وربنا ان شاء الله هيكرمني. ثق بالله، ثق بنفسك، ثق بالاخرين، ثق بابوك وامك، واشتغل في صمت ومالكش دعوة باي حد، اخرج بره المقارنات، اخرج بره اي حاجه ممكن تعطلك لو دقيقه بس. احنا حاليا في سباق جري طول السنه ان شاء الله. ربنا يكرمكم يا رب. اوعى تنسى الاشتراك في القناه، اوعى تنسى اللايك عشان يوصل لك كل الجديد. نبدا على بركه الله ان شاء الله. هنشتغل النهارده الحصه الاولى والدرس الاول في الباب الاول، العناصر الانتقاليه. هناخد النهارده ان شاء الله الدرس الأول. السؤال الأول بيقول الشكل التالي يوضح مقطع من جدول الدوري. ده مقطع من الجدول الدوري العادي المعتاد بتاعنا. ما خاصية السبيكة المكونة من إضافة العنصر M إلى العنصر الألمونيوم؟ تمام، عندنا سبيكة هتتكون من عنصر M هنضيفها إلى عنصر الألمونيوم. طب بالراحة، عنصر M اللي هو مين؟ أهو الشكل بتاعنا، وديت الفئة دي، الفئة دي أول واحد في الفئة دي اللي هو السلسلة الانتقالية الأولى كان مين؟ كان عنصر السكندوم. برافو عليك، 21 السكندوم. طب السكندوم لما يتضاف للألمونيوم بيعمل إيه؟ بيعمل طائرات المج المقاتلة. طب درجة الانصهار منخفض؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده. طب تحتفظ بمتانتها في درجات الحرارة العالية؟ مش دي اللي بتحتفظ بمتانتها في درجات الحرارة المرتفعة، لكن شديدة الصلابة. ممكن نقول ان هي ايه؟ ان هي شديدة الصلابة، تمام. لكن اللي بتحتفظ بمتانتها في درجات الحرارة المرتفعة هي مين؟ هي سبيكة التيتانيوم مع مين؟ التيتانيوم والألمونيوم عزيزي. يبقى مش دي اللي بتحتفظ بالمتان، اللي بتحتفظ بالمتانة التيتانيوم والألمونيوم، لكن سبيكة المكونة من السكنديوم والألمونيوم سبيكة ايه؟ تمتاز بالصلابة شديدة كالصلب او اصلب من الصلب كمان، تمام. بص بقى، اي مما يلي او اي مما يأتي يمثل خصائص الفلز الاكثر ملائمة لصناعة هيكل السيارات. بالراحة كده، هيكل السيارات عايز حاجة صلبة ولا حاجة هشة؟ لا انا عايز حاجة صلبة. يبقى تعال نشوف، او تعال نشوف اصلا القوة، فلازم تكون القوة بتاعت ايه؟ لازم تكون القوة مرتفعة اللي هي حاجة صلبة، تمام. تاني حاجة انا عايز حاجة مقاومة للتآكل. ما ينفعش اجيب جسم عربية او هيكل سيارة ولا جي اصلا البارومة دهمك اصلا، لا انا عايز حاجة مقاومة للصدى. يبقى مرتفعة منخفضة مش هتنفع، منخفضة مش هتنفع، تمام. عايز حاجة مرتفعة. انا هنا طبعا المتانة انا عندي اتنين هنا في المقاومة، اتنين مرتفعة واحدة بس اللي هتنفع. ازاي؟ لان انا عندي ما ينفعش المتانة والقوة تكون منخفضة، لازم تكون عالية. يبقى انا هختار رقم جيم. طب تعال نتأكد بقى من الكثافة. الكثافة لازم تكون منخفضة. ليه الكثافه منخفضه؟ مش عايز عربيه تمشي جبل اصلا، انا عايز عربيه كده خفيفه حلوه كده زي البي ام والكلام اللي احنا بنسمع عنه اليومين دول، تمام. يبقى احنا اخترنا الاختيار رقم جي، تمام تمام يا رجاله. بص بقى، رقم 3 بيقول ما اقوى الفلزات على الاطلاق من حيث الصلابه. بالراحه كده، الحديد، الرصاص، التيتانيوم، النيكل. لو فتحت التيتانيوم هتلاقيه اصلب من الصلب، والتيتانيوم اصلا بيستخدم في طائرات يستخدم في الطائرات مع سبيكه مع مين؟ مع الالومنيوم، عشان يقول لك ايه؟ تحافظ على المتانه بتاعتها في درجات الحراره مرتفعه جدا، رغم ان الالومنيوم
اكثر صلابه من مين؟ من الحديد. لكن الالومنيوم مع التيتانيوم بيعملوا سبيكه تمتاز بالصلابه الشديده. فالاصلب في الاربع دول مين عمنا؟ التيتانيوم. لو فتحت العناصر الانتقاليه والاستخدام هتلاقي التيتانيوم بيقول لك عليه ان عنصر التيتانيوم صلب جدا كالحديد الصلب لكن اقل منه كثافه، ويحافظ على قوته والمتانه بتاعته في درجات الحراره المرتفعه، يعني لا ينصهر بسهوله. تمام، يبقى عندنا مين؟ عنصر التيتانيوم. بص يا ريس، ركز معايا في الحته اللي جايه دي. الاهميه الاقتصاديه، الاهميه الاقتصاديه لعناصر السلسله الانتقاليه الاولى، هناخد كذا اهميه. تمام، بص بقى بيقول ايه. فلز انتقالي عاكس جيد للاشعه، عاكس جيد للاشعه تحت الحمراء. انا ما خدتش الحاجات دي كلها لكن خدت اللي جايه. بص في الاخر دي، ومقاومه للتاكل. ماشي، ما كله مقاوم للتاكل وغير سام. تمام، لذا يرتبط بالعظام، بالعظام جيدا. مين بقى اللي بيرتبط بالعظام جيدا؟ حبيبي حبيبي حبيبي، هو مين؟ هو التيتانيوم. اللي ليه بنستخدمه في المفاصل والاسنان والكلام ده كله؟ لان الجسم لا يلفظه، يعني الجسم بيستقبله، يتلائم عليه، مش بيرفضه. فعشان كده بنستخدم ايه؟ نستخدم التيتانيوم في زراعه الاسنان والمفاصل الصناعيه، ده عنصر التيتانيوم. تمام، رقم 5، اي مما يلي يعبر عن فلز الكروم. اول حاجه، لا يتفاعل مع الهالوجينات او الاكسجين في درجات الحراره المرتفعه. لا 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 لا، بيتفاعل ليه؟ ده انا عندي مركب اسمه ايه؟ عندي مركب اسمه اكسيد الكروم اللي هو C-R2O3. طب مش ده اكسجين؟ اكسجين. يبقى يتفاعل؟ لا يتفاعل. هنا بيقول لا يتفاعل، لا يبقى دي غلط، ما تلزمنيش. طب تعال ننزل على بعديه، تطلع به جنوط السيارات بالراحه كده. هو الكروم اصلا، الكروم يستخدم في طلاء المعادن، يستخدم في طلاء المعادن بالراحه كده يا سيدي. طلاء المعادن هي جنوط السيارات، دي مش معدن. جنط السيارات ده معدن، يبقى يستخدم في طلاء المعادن ودباغه الجلود، يبقى رقم ب. لكن رقم ج، اكسيده اللي هو الثالث ده اللي هو CR2O3 يكون عديم اللون. لا 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 لا، ده هو يستخدم في عمل الاصباغ، يكون عديم اللون. لا 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 لا، غلط. تمام، طب رقم ده لا يستخدم كعامل حفاز. لا يا باشا، بيستخدم كعامل حفاز، ده انا عندي سانوكرومات البوتاسيوم اصلا تستخدم ايه؟ تستخدم كماده مؤكسده. تمام، بص يا باشا، رقم 6 بقى، نخش على رقم 6. رقم 6 بيقول ينحل مركب سانوكرومات البوتاسيوم بالحراره كما يتضح من المعادله التاليه. سانوكرومات البوتاسيوم اهو ينحل بالحراره الى 4K2CrO4 زائد 3 اكسجين زائد 2 اكس. مركب اكس دوت بيقول لي بيدخل في صناعه ايه؟ طب انا عايز اعرف مركب اكس ده الاول اعمل ايه؟ امسك الكروم، او اسف البوتاسيوم، تعال امسك البوتاسيوم. يا بوتاسيوم انت دخلت كام؟ دخلت 2 × 4 × 8. طلعت كام؟ طلعت 2 × 4 × 8. انت كده 100 100، اللي دخل هم اللي طلعوا. طب تعال نشوف الكروم، الكروم دخل 4 × 2 × 8، طلع كام؟ طلع 4 × 1 × 4. يبقى هنا عندنا كام؟ عندنا 4 كروم. بجيل ليه؟ دخل 4 × 2 × 8، طلع كام؟ طلع 4 × 1 × 4، يبقى دخل 8 طلع 4، يبقى فاضل لي 4 كروم زائد. تعال نشوف الاكسجين، دخلت كام؟ 4 × 7، 4 × 7 × 28، 28 اكسجين. طلعت كام؟ طلعت بص يا سيدي، 4 × 4 × 16 زائد 2 × 3 × 6، 6 + 16 ها يبقى 22، 22 × 28 يبقى 6 اكسجين. بص يا سيدي، بيقول ان المركب مضروب في 2، نركز، المركب كله مضروب في 2. يبقى هعمل ايه؟ يبقى هقسم كل ده على 2، كانها 2 CR. CR كام؟ 2O3. ده مين ده؟ ده مين ده؟ ده اكسيد الكروم. يستخدم اكسيد الكروم فين؟ في عمل الاصباغ. برافو عليك. تمام، ندخل بقى على السؤال رقم 7. سؤال رقم 7 بيقول
اي المعادلات الاتية تعبر عن عملية فيشر وتروبش. تمام، ايه اللي بيحصل هنا؟ عمنا فيشر وتروبش بيحولوا ايه؟ بيحولوا الغاز المائي الى وقود سائل. الغاز المائي بيحولوه الى ايه؟ الى وقود سائل. يعني في النواتج لازم النواتج هتكون فيها ايه؟ سوائل. تمام، ده سائل ده؟ لا، ده جي، ده غاز، ما تنفعنيش يا باشا. طب هنا جي ما تنفعنيش برضو، ده غاز. هنا اس صلب ما تنفعنيش، اللي هينفعني ال ليكويد، والفي بخار، برضو بخار مية، حاجات سائل برضو، مش غاز ولا صلب. فهي الاختيار هيبقى رقم دال. فهمنا ليه دال؟ اهو بالنظر، اهو استبعاد، استبعدت اول واحده لانه بيقول لي جي غاز وهنا غاز وهنا صلب. انا عايز مين؟ انا عايز وقود سائل، لان فيشر وتروبش قال لنا ايه، او عملوا لنا ايه، حولونا الغاز المائي، الغاز هو اللي اتحول، الغاز اهو، الغاز هو اللي اتحول الى ايه؟ الى وقود سائل. رقم 8 بقى بيقول اي مما ياتي يتضمن عنصر مركب خليط بدون ترتيب. تمام، يعني مش عايز الترتيب، بيقول لي يتضمن عنصر ويتضمن مركب ويتضمن خليط. تعال نشوف كده، ادي عنصر الماء النقي ممكن يكون مركب، لكن هنا عنصر، عنصرين مع بعض مش هينفع. طب تعال نشوف التاني، ادي الكوبالت عنصر، النشادر مركب، الغاز المائي ده خليط، خليط بين مين؟ بين ال H2 ومين؟ واول اكسيد الكربون. يبقى الاجابه بتاعتي رقم ب، الباقيين دول مش ينفع. هنا ثاني اكسيد المنجنيز دوت مركب، والهيدروجين برضو ماشي، ممكن نقول عليه الهيدروجين عنصر، لكن النشادر برضو مركب، لكن ما عنديش خليط يبقى مش هتنفع. طب رقم د، الكوبالت والبروم والبولي إيثين، الكوبالت والبروبان، اسف، الكوبالت والبروبان، البروبان والبولي ايثيلين ديت مركبات اصلا، والكوبالت عنصر، يبقى مركبين وعنصر. مش عايز او ما لقيتش كلمه خليط، او توفر الثلاث شروط اللي هو عنصر ومركب وخليط، غير فين؟ غير في الاختيار رقم ب، هو ده اللي صح. تعال نشوف بقى رقم 9 عشان فيها فكره شويه. رقم 9 يمثل المقطع، او يمثل مقطع من الجدول الدوري الحديث للعناصر. ده مقطع برضو من الجدول الدوري الحديث، اي مما يلي يعبر عن العنصر ام. طب بالراحة، انا عايز اعرف العنصر ام ده عنصر ايه اصلا. تمام، بص يا سيدي، هنا الدنيا بارزة لفوق، تمام، فديت يعني بالنظر كده المجموعة بي، تمام، تحتيها الساقطة في النص دي مجموعة من مجموعة دي، بس انا كده حددت العنصر اللي قبل اللي قبل الاخير. هنا الاخير ذات ان 30، جاب لي مين؟ جاب لي النحاس Cu29، جاب لي النحاس ايه؟ النيكل. طب النيكل 28 يقع في المجموعة 1B؟ لا 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 لا، ده ال 1B كان النحاس، يستخدم في طلوع المعادن اللي حمايتها من الاختزال. لا لا لا، ما قلتش يستخدم في طلوع المعادن، ده النيكل مش طلوع المعادن، لكن النيكل ماله؟ بص الرقم ده كده، النيكل يستخدم في صناعة ملفات التسخين، في صناعة سبيكة ايه؟ ملفات التسخين المقاومه للتآكل. تمام، فهمنا الحته دي، فهمنا جبنا ازاي النيكل. رجعت خطوه 2 3، جبت الام، الام ديت اللي هي مين؟ اللي هي النيكل. رجعت من مين؟ من خرسين، ثم نحاس، ثم نيكل. تمام، بعد كده عرفت ان النيكل، عرفت النيكل يستخدم فين؟ يستخدم في صناعه سبيكه ملفات ايه؟ ملفات التسخين. تعال نخش بقى على رقم 10. رقم 10 بيقول من خواص فلز النحاس، اول حاجه او اول خاصيه، هو احد مركبات يستخدم كمبيد للفطريات. طبعا طبعا عندنا مين؟ عندنا كبريتات النحاس CuSO4. كبريتات النحاس كانت تستخدم في كمبيد للفطريات. تاني حاجه بيقول لك كثافته مرتفعه، تمام، كثافه النحاس مرتفعه، ده احد الخواص بتاعته. رقم 3 درجه انصهاره مرتفعه نسبيا، درجه الانصهار مرتفعه نسبيا، موصل جيد للحراره. بص بقى، ما الخاصيتان اللتان تجعل النحاس مناسبا لاوان الطهي؟ اوان الطهي اكتر حاجه ممكن تبقى متوفره فيها، متوفره فيها ايه هي؟ ان انا عندي لازم اعمل حاجه تكون جيدة التوصيل للحرارة، أوان الطهي واخدينها في إعداد، يبقى رقم 4 معايا. طب هل يهمني في أوان الطهي الكثافة؟ لا، ما تهمنيش كثافة، ولا تهمني أصلا مبيد للفطريات أنا عامل بيه في أوان الطهي، لكن تهمني حاجة زي مين؟ زي
موصل جهاز الحرارة وزي مين تاني درجة الانصهار مرتفعة عشان ما اجيش احطه على النار الاقيها اصلا انسحت مني فما ينفعش. يبقى انا عندي رقم 3 ورقم 4 فين الاختيار رقم اهو رقم جيم. رقم جيم هيبقى الاختيار رقم 3 و4 درجة الانصهار مرتفعة نسبيا وموصل جيد لايه؟ موصل جيد للحرارة. ركز معايا في النمرة 11 ما المادتين المستخدمتين كمبيد للفطريات. طبعا نمرة 11 سؤال مباشر اللي هما الاتنين الكبريتات اللي عندنا في المنهج اللي هو كبريتات النحاس وكبريتات المنجنيز. رقم 12 بيقول تتعدد الاستخدامات الاقتصادية لأكاسيد الفلزات الانتقالية M. انا مش عارف الفلزات M ديت ايه هي، معرفش. هناخد كل فلز استخدامه وعدد التأكسد بتاعه ونشوف. تمام، بص بقى، يدخل في تركيب مستحضرات التجميل. تمام، مين بقى اللي بيدخل في تركيب مستحضرات التجميل؟ عنده واحد بس اللي هو كان في تاني عنصر عندي اللي هو كان في التيتانيوم، كان اسمه مين؟ كان اسمه اكسيد او ثاني اكسيد مين؟ ثاني اكسيد التيتانيوم TiO2. تمام، TiO2. تمام، ده ثاني اكسيد التيتانيوم مستخدم في مستحضرات التجميل. طب تعال نشوف اعداد التأكسد بتاعتنا كده، اعداد التأكسد هنطلعها ازاي او هنوجدها ازاي او هنحسبها ازاي. بص انا عندي TiO2. تمام، التي اي ديت انا كاني معرفوش ومجهول عندي، لكن اعرف الاو، اعرف الاكسجين عدد التأكسد بتاعها بسالب 2. طب موجب 2 بسالب 2 يبقى بسالب 4، لازم يتنطط لي او معرفش تجيبها لي من تحت الارض يقابلها موجب 4، لازم عشان المركب يتكون لازم اعداد او الشق الموجب يساوي الشق السالب، شق الانيون يساوي الكاتيون، فلز مع لا فلز، حاجة فقدت وتحولت لأيون موجب وحاجة اكتسبت وتحولت لأيون سالب. تمام، يبقى هنا التيتانيوم بكام؟ بموجب 4. هل هنا موجب 4؟ لا، دي موجب 5، يبقى الاختيار غلط. تمام؟ اوكي، تمام. تعال نشوف بعد كده، بص انزل معايا لتحت، انزل معايا لتحت، يستخدم في عمليات زراعة الأسنان بالراحة كده. هتقول لي زراعة الأسنان تيتانيوم، يبقى التيتانيوم موجب 4 وصح وتحسبها لي صح. أقول لك يلا يلا يالا يالا، ده انا كنت بحبك يالا. اما انا هنعمل ايه؟ انا قلت مين اللي بيستخدم في زراعه الاسنان؟ التيتانيوم. هل في عنصر مستقر، عنصر مستقر حاله التاكسد بتاعته موجب 4؟ لا، ده حاله التاكسد بتاعته صفر لان ده عنصر مستقر، عنصر وحده، عنصر مستقر، يبقى ده برضه مش هتنفع. اما ليه اللي ممكن ينفع؟ تعال نطلع لفوق حبتين، نروح عند بي، يدخل في صناعة العمود الجاف. مين أصلا اللي بيستخدم في صناعة العمود الجاف أو البطاريات الجافة؟ اللي هو مين؟ اللي هو الكوبالت. هل الكوبالت، مش الكوبالت ده عنصر؟ عنصر، يبقى ليه حالة تأكسد موجب 3؟ لا لا، لأن ده عنصر، والعنصر إيه؟ العنصر حالات التأكسد بتاعته صفر لأن ده عنصر في حالة استقرار. تمام، في حالة إيه؟ في حالة استقرار. هيفضل مين؟ هيفضل رقم جيم. مين بقى اللي بيستخدم في احلال فوق الاكسيد او عامل حفاز في تفاعل احلال فوق الاكسيد؟ ده فوق الاكسيد، ده مين بقى؟ ها، MnO2. مين ده؟ اللي هو ثاني اكسيد المنجنيز. ثاني اكسيد المنجنيز دي عزيزي الدهمك الجميل، لو جيت حسبتها فوق MnO2 برضو زي اللي فوق هنا سالب 2، يبقى كلهم الاثنين هتضربهم في بعض هتطلع لي سالب 4، لازم يقبلها ايه؟ يبقى قدامها موجب 4، تبقى فعلا حالات التأكسد موجب 4، الاختيار يطلع رقم جيم. ب طبعا مش هتنفع. فهمت رقم 12؟ بالله عليك يا اخي ما تتلخبطش. يدخل في تركيب مستحضرات التجميل، قلنا ثاني اكسيد التيتانيوم، ثاني اكسيد التيتانيوم موجب 4 فما نفعش فوق. طب ثاني واحد يدخل في صناعه العمود الجاف اللي هو الكوبالت، الكوبالت قلنا اي عنصر منفرد كده زي التيتانيوم تحت خالص حاله التأكسد بتاعته هتبقى بصفر، فب وده ما نفعوش. طب عامل حفاز في تفاعلات احلال او انحلال فوق اكسيد، ده مين؟ دوت ثاني اكسيد المنجنيز، ده ماله؟ ده عدد التأكسد بتاعه فعلا بموجب 4. رقم 13، من المركب او من مركبات المنجنيز المعروفه MnO2 و M او KMnO4 ومين تاني وكبريتات المنجنيز، الكلام ده كله من المركبات المعروفه. تمام يا سيدي. طب ايه بقى الاسئله عليهم؟ اي مما ياتي يعبر صحيحا بالنسبه لهذه المركبات او يعتبر صحيحا.
اكسيد المنجنيز عدد تاكسد المنجنيز فيه موجب 2؟ لا ده احنا لسه جايبينها فوق بكام؟ بموجب 4، يبقى دي مش هتنفع. طب يستخدم في اختزال حمض الكبريتيك؟ هل ثاني اكسيد الكبريت بيستخدم في اختزال حمض الكبريتيك؟ لا ده احنا بنقول عامل مؤكسد قوي، يبقى اخش في عمليه اكسده، يبقى مش اختزال. تمام. رقم ج بقى، رقم ج بيقول يتفاعل مع الالومنيوم مكونا MN و AL2O3 بالراحه بقى. تعال نعمل التفاعل ده هنا. بص يا عزيزي، عندي الالومنيوم هيتفاعل مع مين؟ هيتفاعل مع MnO2 بالراحه كده. الالومنيوم اكثر نشاطا من المنجنيز فيطرد ويحل محله، يبقى AL ده في متسلسله النشاط الكيميائي AL هتاخد هنا 2 و-O3 صح، زائد مين؟ زائد ال MN، يبقى دي صح. تمام. تعال نكمل بقى. الكي ام ان او 4 ديت اللي هي مين؟ اللي هي برمنجانات البوتاسيوم. هل برمنجانات البوتاسيوم تستخدم في الكشف عن الاورام الخبيثه؟ لا 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 لا، ده مش ده كله، لا 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 ماليش دعوه بالكلام ده كله. تمام. يبقى اجابه خاطئه رقم جي، مش اجابه صحيحه. تمام. اللي غلطها لي ان انا عندي بيقول لي تستخدم في الكشف عن الاورام الخبيثه، واحنا قلنا مش هي اللي بتستخدم في الكشف عن الاورام الخبيثه، امال مين اللي بيستخدم في الكشف عن الاورام الخبيثه اصلا؟ اشعه جاما مش برمنجانات البوتاسيوم. يبقى الاجابه غلط، يبقى الاختيار رقم د. عدد تاكسد المنجنيز فيها موجب 4 صح. تمام. يضاف الى احواض السمك لمكافحه الطفيليات. انا اصلا ما اخدتش الاحواض السمك والكلام ده كله، لكن انا اعرف ان برمنجانات البوتاسيوم يستخدم كماده ايه؟ كماده طهاره، فعلا ممكن يكون يطهر ويحش الطفيليات صح. تمام. يضاف مين ده بقى؟ ده كبريتات المنجنيز، يضاف الى التربه لحمايه المحاصيل محاصيل الحمضيات. هو يعمل ايه كبريتات المنجنيز اصلا؟ ده بيستخدم كمبيد للفطريات، طبعا يضاف الى التربه عشان يحشي الفطريات، يبقى الاجابه صح، يبقى الاختيار رقم د. اجلب معايا الصفحه عزيزي، هنروح لرقم 14. رقم 14 بيقول البطاريه الموضحه بالشكل المقابل يمكن اعاده شحنها، وعند تشغيلها يحدث التفاعلين الاتيين عند قطبيها. انا ما خدتش الكلام ده كله، لكن جاي اقول لك حاجه بس واحده. السؤال رقم 14 ده اصلا هتحله بصوره كامله في الباب الرابع، مش هينفع تحله دلوقتي، لما ناخد البطاريات في الباب الرابع ان شاء الله هنقدر نحل السؤال ده بفهم وتركيز. لكن اللي اقدر اقوله لك ان انا ما خدتش الحاجات دي، فبكل سهوله هجري على مين؟ هجري على الكادميوم والنيكل اللي كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا بطاريه اصلا قابله لاعاده الشحن. تمام. هو بيقول لي يمكن اعاده شحنها، وجايب لي البطاريه ماليش دعوه بالتفاعلات، هختار مين؟ الكادميوم والنيكل. تمام. 15 رقم 15 اي التوزيعات الالكترونيه الاتيه يعبر عن عنصر انتقالي رئيسي. بص يا عزيزي، انا عندي توزيعات الكترونيه. تمام. التوزيعات الالكترونيه دي هفضل اشوف فيها لحد ما اطلع واحد عنصر انتقالي ايه؟ رئيسي. بص يا سيدي، ده بينتهي هنا النيون 3s2. طب النيون 10، النيون كام؟ 10 و2 هتو 12 و6 18 و2 20. انا عندي الانتقالي الرئيسي بيبدا من كام؟ بيبدا من 21، يبقى ده غلط. تمام. اللي هو السكندري. طب تعال نشوف تاني واحده بيقول لي ايه؟ بيقول لي التوزيع بتاعه، سيبك من النيون، او ممكن نحسبها عادي، ممكن نحسبها، بس سيبك من الكلام ده كله، انا عايز واحد رئيسي. طب رئيسي دوت عايز عنصر انتقالي. النيون 10، النيون 10 طبعا ده غاز خامل، و2 12 ادي 16 او 6 اسف، يبقى 18، وادي 2 يبقى 20، و2 يبقى 22. 22 ده ايه؟ ده توزيع التيتانيوم. تعال نشوف هنا اي حد اخره بيه، يبقى ده عنصر ممثل مش عنصر انتقالي، فجيم وده الغلط، يبقى الاختيار بتاعه يبقى رقم ب. رقم 15 الاختيار بتاعه يبقى رقم ب. تمام. ندخل على طول على رقم 16، فيها فكره جميله جدا، فيها فكره علم على الاسئله دي هي النظام الجديد. عدد الكترونات المستوى الفرعي دي في ايون الحديد 2، ايون الحديد 2 لا تساوي عدد الكترونات المستوى الفرعي برضه هو دي في مين بقى؟ او اي مستوى فرعي، مش لازم دي او المستويات الفرعيه، اخر مستوى فرعي يعني.
البي في ذرة النيون، هنشوف الكترونات البي في ذرة النيون، والدي في ذرة الحديد، الاس في ذرة المغنيسيوم، البي في ايون الكلور. تعال نحل مع بعض كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بص عزيزي الدهمك الجميل، اول واحد النيون، النيون معروف ايه؟ النيون 10. لما تيجي توزع هتقول ايه؟ هتقول اس بي، هتقول هنا 1 2 2 تمام، 1s2 2s2 2b6 عشان نكمل 10، يبقى المستوى الاخير ايه؟ فيه 6، او البي بتاع النيون فيها كام؟ فيها 6. وانا بقول ايه؟ حد لا يساوي، لكن ديت ايه؟ ديت تساوي. ازاي تساوي؟ لو وزعنا ايون الحديد 2 هنلاقي المستوى الفرعي دي في 6. ازاي؟ بص كده عزيزي، الحديد اف اي 26، 26 يعني ايه؟ يعني ارجون 18 4s2 3d كام؟ 3d 6. طب انا بقول 2، حديد 2 يعني ايه؟ يعني فقد 2 الكترون، هيفقده من مين؟ من الاس، مش هيأثر على مين؟ على الدي، فالدي بقى فيها 6. تساوي النيون ولا لا؟ تساوي النيون. طب تعال نشوف الاختيار رقم ب، الاس في مين؟ في ذرة المغنيسيوم. طب الاس في ذرة المغنيسيوم، تعال نشوف المغنيسيوم كده ايه اصلا، المغنيسيوم ام جي 12، تعال نشوف كده اس اس بس ازاي، 1s 2s 2b 3s تمام، 1s 2 2s 2 2b 6 كده 10، فاضل لنا 2. هنا بيقول لي مستويات فرعيه، يعني مجموع الاسات، مجموعه الاسات، الاس هنا 2 و2 و2، يبقى الاس بتساوي كام؟ بتساوي 6، برضو تساوي مين؟ تساوي الدي بتاع الاف تمام. طب تعال نشوف الجيم، الاختيار رقم جيم، الدي في ذره الحديد. بص عزيزي، ذره الحديد هي ده، لو شلت دي يعني رجعت الاثنين الكترون للاس، هي يبقى فيها 6، يبقى تساوي، احنا عايزين حاجه لا تساوي. بص الاختيار رقم د بقى، اللي هو المستوى الفرعي البي في ايون الكلوريد، هو الكلور كام؟ الكلور سي ال 17. تعال نوزع كده اس اس بس بس، تعال نشوف ادي 1 2 3 4، ادي 2 ادي 3، هل دول هيكمل ولا لا؟ 2 2 ادي هنا 6 2 ادي 6، شوف كده ادي 2 و6 10، وادي 2 و6 18، لا احنا عايزين 17، يبقى الدي او البي الاخير في كام؟ في 5، البي الاخير في 5. هنا مش عايزين الاس 4، لكن هناخد مين؟ هناخد البي الاخير اللي هو 3 بي في كام؟ في 5، واحنا هنا عايزين البي في الكلوريد طبعا لا يساوي ايون الحديد، لان الحديد الدي كان فيها 6، لكن هنا ده الحديد، لكن هنا البي في الكلوريد بقى فيها كام؟ بقى فيها 5، يبقى الاختيار بتاعها يبقى رقم د تمام. فهمتها؟ اه ان شاء الله فهمتها. ندخل بقى على رقم 17، رقم 17 بيقول كل مما يلي يعد صحيحا ما عدا. ايه هو بيقول لي؟ اعطينا حالات التاكسد او حاله التاكسد على المستوى الراسي، واعطينا على الافق الفلزات كلها من السكندوم لحد الخرسين. بيقول لي اول حاجه كل العناصر الانتقاليه النموذجيه في السلسله الانتقاليه الاولى تكون حاله التاكسد موجب 3. انت طبعا هتقول لي، ده الاختيار الصحيح. ليه؟ لان هو بيقول لي ما عدا، وفعلا الخرسين مش هيديني غير مين؟ غير موجب 2. اقول لك يلا ركز هنا يلا، وشوف للانتقاليه النموذجيه، هل الخرسين من الانتقاليه النموذجيه؟ لا 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 طبعا مش من الانتقاليه النموذجيه، يبقى الاختيار الاول فعلا صحيح، وانا بقول ما عدا، فانا مش عايز الاختيار الاول. تعال نشوف الاختيار رقم ب، كل الفلزات او كل فلزات السلسله الانتقاليه الاولى يكون لها حاله تاكسد زيرو تمام. بص بيقول ايه؟ كل فلزات السلسله الانتقاليه الاولى يكون لها حالات التاكسد زيرو. اقول له اه. ليه؟ لان كلهم ممكن يكونوا في الحاله المنفرده، طالما اتواجدوا في الحالة المنفردة يبقى حالة التأكسد بزيرو، زي ما أخدنا هناك في التيتانيوم زيرو، وأخدنا تقريبا أعتقد في الكوبالت زيرو في السؤال اللي حليناه في الصفحة اللي ورا تمام. يبقى ديت إجابة خاطئة، اللي هي
رقم ب، احد حالات تاكسد الحديد تدل على خروج 3 الكترونات من المستوى الفرع 3D. انت عارف يعني ايه خروج 3 الكترونات من مستوى الفرع 3D؟ يعني خرج 2 جاب ليها من الاس، يعني حاله التاكسد الحديد موجب 5. هنا تعال نشوف على الجدول والكلام ده كله. بص الجدول هنا، الحديد اهو، الحديد لمين؟ لموجب 2 وموجب 3 فقط لا غير. طب هنا في موجب 4 لكن ما فيش 5، في 6. يبقى ما فيش 5 هنا، يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا فعلا الاجابه الصحيحه، لان هنا بيقول لي ما عدا يعني الاختيار ده اختيار خاطئ، فهو اللي هختاره. تمام، هنا حالات تاكسد العناصر الانتقاليه الاكثر استقرارا يشار اليها بالعلامه الخضراء دي اللي هو المربع ده. صح الكلام ده كله. تمام، فانا مش هختار. رقم 18، تتراوح اعداد تاكسد عناصر السلسله الانتقاليه الاولى بين نقط الى نقط. بص يا سيدي، بيقول لي تتراوح اعداد تاكسد السلسله الانتقاليه الاولى بين كذا لكذا. بص يا سيدي، هنا كنا بنبدا بالنحاس او بالسكندوم كان موجب 3 فمش هبدا بيه، كنت ببدا بموجب 1 في النحاس. ركز، فهنا النحاس برضو اخدت كان ليه موجب 1 وموجب 2، فموجب 1 في النحاس. تمام. طب موجب 7 اقصان اللي هو مين؟ اللي هو المنجنيز، اكتر واحد في اعداد التاكسد اللي هو ما اللي هو كان موجب 7. يبقى هنا نحاس موجب 1 وخرصين موجب 7، فعلا دي تتراوح اعداد التاكسد، لكن ما فيش اعلى من موجب 7 واقل من موجب 1. تمام، ندخل بعد كده على السؤال رقم 19، المركبات الاتية يمكنها القيام بدور العامل المؤكسد والعامل المختزل في التفاعلات الكيميائية ما عدا مركب واحد بس. تعال نمسك اول واحد اللي هو الـ FeO، الحديد. الحديد عزيزي الـ FeO، الـ FeO ده ينفع اعمل له اكسدة ولا لا؟ ينفع اعمل له اكسدة واوصل لمين؟ اوصل للهيماتايت، يبقى Fe2O3، كل ده هناخده في الحديد قدام. طيب الاكسيد الحديد الثنائي ده ينفع اعمل له اختزال ولا لا؟ طبعا ينفع اختزله واحوله الى الحديد بس، الحديد بس. طالما حصل له ينفع يحصل له اكسده وينفع يحصل له اختزال، يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده اقدر استخدمه كعامل مختزل وكعامل مؤكسد. تمام، يبقى كده مش هتنفع لان انا عايز ما عدا. رقم 2، MnO. MnO اللي هو اكسيد المنجنيز ينفع اعمل له اختزال واحوله للMn، Mn بس اختزال يعني حوش الO، وينفع اعمل له اكسده يعني احوله لMn2O3 اللي هو اكسيد المنجنيز. طالما قدرت اختزله وطالما قدرت اكسده، يبقى انا ينفع استخدمه كعامل مؤكسد وعامل مختزل، يبقى رقم ب مش هينفع. تعال نشوف رقم ج. بص يا عزيزي، اكسيد السكندوم ده ينفع اختزل؟ ينفع احوله الى السكندوم. تمام، اختزله ان انا انزع منه اكسجين، لكن هل ينفع اكسده ازاي وهو اصلا ملهوش غير حاله تاكسد واحده اللي هي موجب 3؟ فمش هينفع اكسده الى اكبر من كده. تمام، فهنا بس اللي هقدر اختارها واقول ان هنا مش هينفع اكسده اصلا. ليه؟ فكده مش هينفع ليه؟ لان هو ليه حاله تاكسد واحده بس اللي هي موجب 3، فمش هينفع استخدمه كعامل حفاز وكعامل او اسف كعامل مؤكسد وعامل مختزل. فهمنا رقم 19. تعال نخش بعد كده على رقم 20. رقم 20 بتقول ما حاله التاكسد، عايز حاله التاكسد التي تتفق فيها معظم فلزات العناصر الانتقاليه بالدوره الرابعه. الدوره الرابعه يعني ان تساوي 4، يعني 4s. 4s اللي هي ايه؟ وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اعزائي طلبه الصف الثالث الثانوي. يا رب تكونوا فهمتوا، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ان شاء الله نكمل تدريبات الدرس الاول الفيديو القادم، بس عشان الحصه ما تطولش والفيديو يقدر ينزل على اليوتيوب. ان شاء الله الحصه الثانيه تنزل لك بكره او بعده بالكتير خالص. حل بايدك قبل ما تسمع الفيديو، انا يهمني الحل. انت لو حليت بايدك مش لازم تسمع للفيديو اصلا. اشترك في القناه، فعل الجرس، دوس لايك حتى يصلك كل جديد ان شاء الله. كل ما ننزل فيديو يظهر لك اشعار. تصبحوا على الف خير، على الف صحه وسلامه. مع السلامه اعزائي طلبه الصف الثالث الثانوي.